قال الله تعالى: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. الجهل الذي يجعل العبد يلجأ إلى الأموات، ما أجهله وما أخباه وما أفسد عقله، ما أفسد عقلي. ميت فارق الدنيا محتاج إلى دعاء الأحياء، محتاج إلى حسنة عملها في الدنيا قبل موته، إلى صدقة جارية، إلى علم تركه ينتفع به، إلى ولد صالح خلفه يدعو له، ومع هذا هؤلاء يلجؤون إليه، يقولون: يا فلان أنجدنا من المصائب، وهل هناك مصيبة في الدنيا أعظم من مصيبة الموت؟ وهو واقع فيها وهي واقعة به. إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، لو قيل للميت: هذا مال خذه، هذا مال خذه، نريد أن تحسبه، نريد عدد هذا المال، ما استطاع، ما استطاع أن يحرك أصابعه. والمال مالك لا يستطيع حسابه، فكيف يأتيك بالمال؟ وكيف يهب الذرية؟ وكيف يلجأ إليه؟ قال الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال سبحانه: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. قال الله تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. قال الله: إنك لا تسمع الموتى. قال تعالى: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، أفلا يعقلون، يلجؤون إلى هؤلاء الضعفاء. قال الله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. الذي يأكل الطعام إذا منع من الطعام مات، والذي يأكل الطعام إذا أكل الطعام ذهب إلى الخلاء وأخرج العذر، كيف يعبد من دون الله؟ كيف يلجأ إليه؟ من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. قال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قال الله تعالى: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. قال تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. قال سبحانه: أفرأيتم ما تمنون، أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. أفرأيتم ما تحرثون، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون، أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون، أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، فسبح باسم ربك العظيم. فلا أقسم بما تبصرون، فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم
في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدينون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين تحدي لهذا الخلق لا يستطيعون رد الموت إذا جاء فكيف يدعون من دون الله تعالى كيف يتبرك بالأتربة كيف يطاف بالقباب قال الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق